مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن في كل مكان، ما زلنا نتابع سير العملية الانتخابية في محافظة الإسكندرية. وقت قليل ويتم غلق اللجان في اليوم الأول، ولكن معنا أسرة من محافظة الإسكندرية كانت حريصة كل الحرص على الإدلاء بصوتهم. أهلا بك يا فندم على شاشة قناة تن، يعني عرفنا من نفسك وكلمنا حرصك وكل الأسرة على النزول والإدلاء بصوتهم. أنا الدكتور سامي العلقامي، أنف وأذن، استشاري أنف وأذن. جيت طبعا علشان شارك في الانتخابات، علشان دي بلدي، مش عايزة مناقشة يعني. وانا اللي يهمني ان اللي يمثلني يكون بادي المشوار من الاول وعارف المشاكل وعارف حلولها. فجيت اديت صوتي للي يستحقه. جبت انا بناتي معايا، بناتي دول اكاديميه البحريه، دي متخرجه من كمبيوتر انفورميشن تكنولوجي، ودي متخرجه من صيدله من الاكاديميه، وده مكان محترم. مراتي مربيه يعني. احنا هننتقل بالمايك للمدام، يعني برضو اتكلمنا عن مشاركتها في العمليه الانتخابيه، وطبعا حضرتك متابعه دور المراه المصريه في الحياه السياسيه وفي مشاركتها في الحياه السياسيه، متابعتك ليوم النهارده. الحمد لله احنا نازلين نشارك كلنا، وان احنا نتمنى ان الايام اللي جايه تكون افضل واحسن، والشباب اللي جاي يشوف مستقبل يعني كويس جميل ان شاء الله باذن الله. دكتور، يعني النهارده كان في حشد من الشباب، ويمكن دي كانت تجربه فريده. انا جيت متاخر علشان كده، عشان الصبح كانت زحمه جدا جدا جدا، انا ما كنتش عارف امشي يعني حتى على رجلي. وجيت ودلوقتي في زحمه برضو يعني، فانا جيت بالليل خالص على اساس، لكن لقيت الناس هنا قاعدين وشغالين وصحيح يعني تعبانين جدا، اللي هم الناس اللي بتتابع والناس اللي وسياده المستشارين طبعا كلهم، ولكن معامله محترمه جدا. وبنحس الشباب والشيوخ والناس اللي هم اصحاب الهمم كلهم ينزلوا يقولوا رايهم وخلاص. الراي مش يعني ما فيش اجبار ولا في مثلا مراقبه ولا في بتاع ولا في الكلام ده، وده اللي انا في نظام كمان في العمليه الانتخابيه ومنظمين، وكل واحد دخل في دوره، والحمد لله يعني كان في نظام شديد، عجبني بصراحه النظام. شكرا لكم ونورتونا على شاشه قناه تن، شكرا جزيلا. ده كان راي المواطنين السكندريين بعد الادلاء بصوتهم الانتخابي، نتابع معاكم على مدار اليوم.